السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا اليوم تحول مرافق لظاهرة التمر. سنتطرق لتطور الجابرو من مستوى الذروة وسط محيطية إلى منطقة التمر. إذا الجابرو صخرة صهارية بلوتونية ذات بنية بتروغرافية محببة كاملة التبلور، تشكل هذه الصخرة مع صخرة البازلت أهم الصخور المكونين للقشرة المحيطية، بحيث مصدرهما نفس الصهارة المتواجدة في منطقة الذروة وسط محيطية. بحيث هذه الصهارة في حالة تمكنت من الصعود إلى السطح ستعطينا صخرة بركانية وهي صخرة البازلت، لكن في حالة خضعت للتبريد في العمق في هذه الحالة ستعطينا صخرة الجابرو. إذن لكل معدن ظروف حرارة وضغط يكون خلالها في حالة استقرار، تشكل لنا هذه الظروف ما يسمى بمجال الاستقرار، لكن كل تغير في هذه الظروف ينتج عنه تحول للمعدن. إذن التحول هو ظاهرة تحدث تغيرات في صخور أصلية نتيجة عوامل جيوفيزيائية، أي الحرارة والضغط. تخضع هذه الصخور وهي في الحالة الصلبة إلى تغير على مستوى البنية، ونقصد بذلك طريقة ترابط وتماسك المعادن المكونة للصخرة. تغير على مستوى التركيب العيداني، ونقصد بذلك تغير على مستوى المعادن التي تدخل في تركيب مكونات هذه الصخرة، لكن مع ثبات في تركيبها الكيميائي. إذن بالنسبة لصخرة الجابرو، كما أشرت بطبيعة الحال مع البازلت تشكل لنا أهم الصخور المكونة للغلاف للقشرة المحيطية. نتعرف على الوثيقة. إذن هنا لدينا منطقة التمر كما نلاحظ غراس الصفيحة المحيطية تحت الصفيحة القارية. إذن بالنسبة لصخرة الجابرو، لاحظوا معي كلما ابتعدنا عن منطقة الذروة في اتجاه منطقة التمر، الجابرو يتحول إلى شيست أخضر، ثم يتحول إلى شيست أزرق، ثم يتحول إلى إيكلوجيت. نتساءل بطبيعة الحال كيف انتقلنا من صخرة الجابرو إلى صخرة الإيكلوجيت. بطبيعة الحال كما أشرت قبل لحظات، بطبيعة الحال هذه الصخرة لكي تخضع لتحولات إذن تخضع لظروف جيوفيزيائية جديدة. إذن فعلا هناك متغيرات، الضغط، لا بريسيون، تي، لا تمبيراتور، بالإضافة إلى تدخل الماء. في هذه الحالة سنتكلم عن تغير كيميائي على مستوى المنطقة المحيط أوسيون. المنطقة الأولى كما نلاحظ هناك تبادل حراري بين الماء وبين الصخور المشكلة للقشرة المحيطية، بحيث في هذه الحالة هذه الصخور المشكلة للقشرة المحيطية تخضع لعملية تبريد، لأن هناك تناقص في درجة الحرارة. النقطة الأولى. بالإضافة إلى ذلك هناك كما ستلاحظون معي في هذه الحالة هناك تمييه لهذه الصخور، بحيث الماء يتسرب عبر الشقوق. بطبيعة الحال فهذه المعادن سوف إذا صح التعبير ستكسب جزيئات الماء. لكن على مستوى المنطقة سيبديكسيون، منطقة التمر، في هذه الحالة لاحظوا معي أن المعادن في هذه الحالة سوف تحرر الماء، بالإضافة إلى أن هناك تغير على مستوى الضغط. بطبيعة الحال ارتفاع كبير في الضغط مع ارتفاع بطيء في درجة الحرارة، إذن هناك ظروف جيوفيزيائية جديدة. للإضافة فقط، بطبيعة الحال الماء الذي يتم تحريره من طرف المعادن في هذه المنطقة بطبيعة الحال سيجعل البيروديتيت المتواجد على مستوى هذه المنطقة. بطبيعة الحال نحن الآن على مستوى الأستينوسفير بالنسبة للصفيحة الراكبة. إذن في هذه الحالة البيروديتيت يصبح مميه ويتواجد في ظروف تجعله بطبيعة الحال يخضع لانصهار جزئي ويعطينا صهارة. هذه الصهارة في حالة صعدت إلى السطح ستعطينا بركاني أنديزيتية، صخرة الأنديزيت، بينما إذا حدث وتصلبت في العمق فتعطينا صخور بلوتونية. إذا نتابع بطبيعة الحال. إذا نتعرف على مختلف هذه العوامل الجيوفيزيائية بشكل أكثر وضوح. إذا كما تلاحظون معي المحور الأفقي يمثل لنا درجة الحرارة بالدوغري سيلسيوس، ثم لدينا المحور العمودي يمثل لنا كل من الضغط والعمق بالكيلومتر. إذا الذروة وسط، نحن الآن على مستوى الذروة وسط محيطية نتتبع تطور صخرة الجابرو. إذا فعلا كما ستلاحظون معي لدينا صخرة الجابرو كما أشرنا تتشكل من معدنين رئيسيين، البلاجيكولاز والبريبسين. نحن الآن في درجة حرارة ما بين 600 و 800 درجة سيلسيوس، أي في منطقة قريبة من الذروة وسط محيطية. إذا ظاهرة اتساع قاع المحيط تجعل صخرة الجابرو تبتعد عن منطقة الذروة. فلاحظوا معي انتقلنا إلى المجال الثاني بوتي دو كما نلاحظ بطبيعة الحال، ونحن الآن نتواجد في درجة حرارة ما بين 400 و 600 درجة سيلسيوس، أي ظروف جيوفيزيائية جديدة. هذه الظروف الجيوفيزيائية الجديدة تؤدي إلى تحول جابرو إلى ميتا جابرو أونفيبول، بحيث المعادن التي تخضع للتحول بطبيعة الحال معادن من البلاجيكولاز والبيروكسين ستعطينا الأونفيبول الهورنبلوند. في هذه الحالة كما أشرت سنحصل على ما يسمى الميتا جابرو أونفيبول. ثم ننتقل إلى المجال بوتي تروا كما نلاحظ. في هذه الحالة هناك ارتفاع تناقص في درجة الحرارة، الآن درجة الحرارة أقل من 400 درجة سيلسيوس، إذن هناك ظروف جيوفيزيائية جديدة. في هذه الحالة كذلك هناك بالإضافة إلى تدخل الماء أو التفاعل مع الماء،
في هذه الحالة البلاجيوكلاز والأنفيبول سوف بالإضافة إلى الماء بطبيعة سيعطينا ما يسمى أنفيبول أكتينوت وكلوريت. إذن في هذه الحالة الميتاغابرو أنفيبول سيتحول إلى ميتاغابرو أكتينوت كلوريت. للإشارة فقط فالأكتينوت كلوريت فهي تعتبر من المعادن المميهة أي بطبيعة الحال التي تحتوي على الماء. الآن وصلنا إلى منطقة أو بداية التمر كما نلاحظ. إذا هناك كما أشرت لدينا ميتاغابرو ما يسمى سحنة الشيست الأخضر. نتابع ننتقل الآن إلى المنطقة أو المجال الاستقرار الرابع كما تلاحظون معي. في هذه الحالة بطبيعة الحال هناك ارتفاع في الضغط. لاحظوا معي نحن الآن بداية التمر هناك ارتفاع في الضغط مع إذا صح التعبير ثبات في درجة الحرارة. درجة الحرارة تقريبا شبه أو تزداد بشكل بطيء جدا وضعيف. في هذه الحالة كما نلاحظ بطبيعة الحال الميتاغابرو أكتينوت أكلوريد سوف يتحول لنا إلى ما يسمى ميتاغابرو أغلوكوفال. لاحظوا معي في هذه الحالة الأكتينوت الكلوريد سوف يعمل على تحرير الماء في هذه الحالة كما نلاحظ، وبالتالي سيجعلنا نقول أن الغلوكوفال هو معدن مجفف أي فاقد يفقد لي الماء إذا صح التعبير. إذا لدينا هنا سحنة الشيست الأزرق. نتابع. إذن فعلا كما أشرت قبل لحظات لدينا مرحلة الخامسة في هذه الحالة. لاحظوا معي أن البلاجيوكلاز والألبيد سوف يتحول ليعطينا كل من الكوارتز بيركسين جديد ثم الألبيد كما نلاحظ فيلدسبات بلاجيوكلاز ألبيد، بينما الكلوكوفان سوف لن تخطر عليه تغيير في هذه الحالة عندما ننتقل من المجال 4 إلى المجال 5. دائما لدينا شيست السحنة شيست الأزرق. ثم ننتقل إلى المجال السادس مجال الاستقرار السادس. في هذه الحالة نلاحظ أن الجلوكوفان سوف يتحول ليعطينا الجرونة كما نلاحظ بطبيعة الحال هناك تحرير للماء في هذه الحالة. كوارتز لن يخضع لتغيير، بيروكسين جديد لن يخضع لتغيير، بينما كما أشرت الجلوكوفان في هذه الحالة سوف يخضع لتحول. في هذه الحالة سيفقد الماء سيحرر الماء ويتحول إلى الجرونة، وبالتالي في هذه الحالة نتكلم عن تحول ميتاغابرو أغلوكوفان إلى إكلوجيت في هذه الحالة كما تلاحظون معي في الصورة. نتابع. كما أشرت هناك ثلاث مجالات مررنا بها مجال الاستقرار الأساسية، هناك الشيست الأخضر الشيست الأزرق ثم سحنة الإكلوجيت. المنطقة الأولى ربما كما تلاحظون معي هناك عملية الانتقال من المجال واحد إلى المجال جوج، هناك الابتعاد عن الذروة بحيث هناك تناقص لدرجة حرارة الصخور الغلاف الصخري المحيطي، تمييه كما أشرت للمعادن بالإضافة إلى التبريد الذي أشرت إليه والذي ينتج عن تبادل حراري بين الماء والصخور المكونة للقشرة المحيطية. بالنسبة للمنطقة الثانية كما نلاحظ وهي منطقة التمر، في هذه الحالة بداية التمر إذا هناك انغراز للصفيحة المحيطية الباردة والأكثر كثافة تحت الرداء القاري بحيث هناك ضغط مرتفع مع ارتفاع بطيء في درجة الحرارة. إذا عندما كما ربما اتضح لكم ذلك هناك ارتفاع في الضغط مع تزايد ضئيل في درجة الحرارة، انتقال تقريبا من 200 درجة سلسيوس إلى حوالي 300 درجة سلسيوس. إذا هناك ارتفاع بطيء بطبع وضعيف في درجة الحرارة. نتكلم عن مجال اوت بريسيون باس تمبيراتور، إذا ضغط مرتفع مع درجة حرارة منخفضة نسبيا أو تتزايد بشكل ضعيف. فعلا كما ربما اتضح لنا ذلك استنتاج الصخور أو صخرة الكابرو في هذه الحالة تخضع لتحول تحولين إذا صح التعبير. التحول الأول يتمثل في باست بريسيون أو تمبيراتور والذي يحدث على مستوى الغلاف الصخري المحيطي بحيث هناك اكتساب للماء تمييه لهذه الصخور، بينما التحول الثاني الذي يحدث على مستوى منطقة التمر نقول أوت بريسيون باست تمبيراتور، إذا هناك ضغط مرتفع مع درجة حرارة شبه منخفضة إذا صح التعبير. الغلاف الصخري في هذه الحالة المحيطي يحرر الماء، إذا هناك تجفيف للصخور. شكرا على انتباهكم وإلى موضوع آخر إن شاء الله.